الجديد بالنسبة للحكومة الجديدة إن شاء الله المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة مستمر في مشاوراته للتشكيل المتوقع إنها تشمل عدد كبير من الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية. مصادر بتقول إن رئيس الوزراء المكلف بيبتدي أو بيشتغل يعني بيتابع مشاوراته في وزارة البترول بعيدا عن المقر الرسمي للحكومة، وإنه بدأ في لقاء عدد من الشخصيات من امبارح بالليل، والمصادر برضو بتأكد أنه هينتهي من تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي تنفيذا لتكليفات الرئيس اللي طلب منه أن يتم الانتهاء من التشكيل خلال أسبوع. اهتمام بالوظائف للشباب، الأسعار يعني مش مظبوطة خالص، البنزين عالي، عايزين برضو الأجرة نظبطها عشان الناس برضو كلنا غلابة زي بعض، مش عايزين حد يدوس على التاني. دلوقتي الناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية تاكل، الناس الشارع دوت اصلا ما كانش كده، الشارع ده كان شغال رايح جاي والدنيا حلو. عايزين اللحمه ترخص ويكون في رقابه على كل حاجه في البلد، وعايزين نعيش في امان، وعايزين الفراخ ترخص والهدوم وكل حاجه، اما نروح نشتري اي حاجه نلاقيها غاليه غاليه غاليه. كل واحد ياخد حقه مش اكتر، يعني زي ما بنراعي الناس اللي فوق، يعني نتمنى من الحكومه الجايه نبص الناس اللي تحت. الامن والامان والاستقرار، وان شاء الله يكون نظام جديد. نتمنى ان شاء الله ان يكون بالفعل في تلبيه الاحتياجات الاساسيه للمواطنين، ان تجيب لنا عدد كبير من الاطباء لان احنا عندنا نقص شديد في الاطباء البشريين، فاتمنى ان التكليفات الجديده يبصوا للصعيد شويه والاسوان بالتحديد، ان تضع سياسات تتناسب مع هذا العصر، تحت فرص عمل للشباب، ننظر الى المواطنين شويه، خدمات المواطنين، عايزين السلع التموينيه تبقى متوفره، المواد التموينيه تبقى متوفره، عايزه العيش يرخص، عايزه الطماطم ترخص، الخضار، الحاجات دي، اللحمه، تقضي على الرشوه وعلى المحسوبيات وعلى الفوضى اللي اتفشت، بقت الفساد في البلد متغلغل. نتمنى ان الحكومه الجديده او اي مسؤول جديد ينتبه للخدمات اللي تخص المواطن العادي. عيش، حريه، عداله اجتماعيه، مش عايز حاجه، عايز اعيش. دايما يبقى في تواصل سواء مع الشباب سواء مع المجتمع، يعني دايما يبقى في حلقه تواصل، ده اهم مطلب من الحكومه. الراجل الشهر بيهمه انه عايز رغيف العيش يلاقيه مستريح ونظيف، واحنا عايزينهم يبصوا للشباب شويه، الشباب العاطل، احنا عايزين وظايف للشباب، عايزين مساكن للشباب، تنفذ اللي قامت الثورات من اجله، تحقق طموحات الشعب، الناس الغلابه يبقى عندها امل في بكره، تبقى سلسه مع الناس، تعرف مشاكل الناس، تعرف حقوق البني ادمين، الحاجه اللي غاليه مولعه ديت، الفقير مش قادر يعيش، الحاجه الفاسده كلها، خوفونا من الاكل، خوفونا من اي حاجه نجيبوها، تتقلى فينا لان احنا كل اللي يجي يقول لك محدود الدخل، محدود الدخل، بقينا معدومين الدخل. تنظم المرور والتكاتك ديت اللي عامله مشاكل والبياعين تخش لجوه. عايزين البلد ربنا يصلح حالها ونمشي مستقيمين ويسترنا، بس مش عايزين اكتر من كده.